الفرص الضائعة، اهم 10 فرص ضائعة او اغرب 10 فرص ضائعة، وايضا في الدور الاول وعشر اهداف. بصوا حضراتكم، بصوا وبعدين 10 صدات بعدها، هتشوفوا حاجات لطيفة جدا. يعني بصوا حضراتكم، يعني صدق او لا تصدق الحاجات دي بتضيع، يعني يعني تستعجبوا وتستغربوا على الفرص. بصوا حضراتكم دي مثلا بتضيع، يعني بص الباشا ده يعني بتضيع. تعالوا نشوف من الفرصة العاشرة، ده جابها من فوق من عند الكشاف. يعني هي دي كانت غريبة، يعني طبعا يعني هو مسكين الارض محروقة، وبالتالي الناس مش مصدقة كانه بيلعب بسبول. هو مظلوم يعني. جيس بصوا حضراتكم، هي ده لاعب ماينز الالماني، فدي يعني الصورة دي تاخد اوسكار، راجل مش مصدق. 9 نشوف تاني، هل ده مقبول؟ هل ده معقول؟ ما حدش مصدق. هو مفكرها انها طلعت بره، لكن طلعتش. نوير على قد ما حارس مرمى ممتاز، لكن حظ كمان معاه. بصوا حضراتكم، طبعا يعني هو حارس مرمى ممتاز لكنه الحظ برضه معاه. نوير اللعبه الثامنه، كل ده على فكره من الدوري الالماني بره. لا يمكن، لا ممكن ابدا. ده في مباراه شالكه، هونتلر النجم الهولندي الشهير، مش لا يمكن، لا يمكن، لا مستحيل يعني. ده واحد من ابرز الهدافين، وكان منقذ المنتخب الهولندي في كاس العالم السابقه في البرازيل. طيب برضو يعني لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن تصدق، مستحيل. بص حضراتكم، خلاص المرمى مفتوح والقصه تمام، يلا يا باشا سجل. ابدا لن اسجل، لن اهدف، هي كره القدم كده، دي حلاوتها، دي متعتها، اللي مش متوقع يجي جون والسهل جدا يضيع. نروح للفرصه السادسه مثلا، خلاص الراجل جوه ال 18، خلاص شكرا، شكرا تماما. بص حضراتكم، ده واقف بالصدفه برضه، لا مش عايزه تدخل برضه، لا دي لازم كانت تاخد رقم واحد، يعني ادي ده رافائيل، ادي الكوره، وادي بص حضراتكم اهي، ملاش حل غير جون، ترجع تاني لازم جول، مفيش، ده رافائيل، مش ممكن، مش ده بروسيا مونشن جلادباخ الالماني. نرجع للعبه رقم 5، ادي تسديده، خلاص شكرا جزيلا، يعني لا ممكن ابدا، لا ممكن، ما ممكن. سباستيان فريز، مستحيل، ده فرايبورغ، دي بيني وبينكم صعبه شويه، يعني اهو الجول في سكته، لكن في حاجات مفيش جون ولا في حاجه، يعني الجول في سكته مضيقها سنه يعني. ناخد اللعبة الرابعة أو الفرصة الرابعة، بص حضراتكم، أدي العرضية، وأدي الراجل، لا يمكن، لا يمكن، مستحيل، مستحيل. هو حطها بره لوحده من غير الحارس ولا يحزنون، لا يمكن. عايز الارض تنشق وتبلعه. الفرصة الثالثة، ادي العرضية، مش مصدقين، مالاندا فولفسبورج الالماني، فولفسبورج الالماني، لا يمكن، بس هتحسب للحارس حقيقة، يعني فيها الراس بيسلمه، يعني بيرموا الفوطة، ده لا كمل، وراجل حقيقة مالاندا قال له لا، يعني خلينا في الالاباندا يعني، وتضيع فرصة. نروح الاثنين، انا نفسي يعملوا ده في الدوري المصري الحقيقة، بس مع ال 13 وال 7 والمصيبة السوداء اللي احنا فيها دي، ولا عارفين نعمل دوري المفروض يطلع منها على بلده. مالاندا برضو، ده انت تخصص يا عم مالاندا في ايه؟ بص حضراتكم، بص هو 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 مالاندا برضو، هو تاني ده نوير، الانقاذ من نوير، عبقري، عبقري الحراسه، ملوش حل، بس المسافه تجون مسافه ياردة، وبينقص، ما بيقاس، بيقاتل على كل كوره. ده بلجيكي زمانه خد التاشيره وطلع. ناخد اللعبه الاولى، اهو الضغط، مفيش فاول، العرضيه، لا 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 بجد، هوفمان، هوفمان
لا 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 ده يقعد يعني يقعد يعيط ثلاث سنين. ادي الراجل الحكم ما حسبش فاول وعديها. بصوا حضراتكم لا 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 جون ولا باك ولا اوت ولا حد خالص اهي. الناس رفعت الاعلام ورا انها جون. ما تدخلش ازاي؟ يقف يدخل بقى الجون هو مش بس. ناخد بقى 10 صدات تاكيد هيكون فيها طبعا الحارس العظيم نوير. ودي لقطات لاولادنا السعدين والحراسنا الكبار كمان لانه بتصور انه بص نوير ده سائل سائله. انا عمري ما شفت حارس مرمى كده في حياتي. مش ممكن يا جماعه بيعمل حاجات في الكوره انا ما شفتهاش. انا ما شفتهاش. نروح لرقم 10 ادي العرضيه وادي الراسيه وادي العكسيه. العكسيه انها بايديه العكسيه ده لينو براند لينو حاجات حلوه. بص يا ريلي جيت سيف طبعا. بص حضراتكم الجمال الاسترتش بتاع جسمه عامل ازاي. هو عمل لها شكل حلو كمان. نروح للقطه التاسعه الاعداد. هي دي التانيه. التانيه هي الاصعب. التانيه هي الاصعب. التانيه هي الاصعب. What a great performance by the keeper today. الثامنه. يا خبر ابيض ازاي؟ هاو قولوا لي ازاي؟ نفسي تقولوا لي ازاي؟ يان زومر ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حاجه روعه حاجه حلوه. هنا كمان بص حضراتكم بص الانتقال بص الجسم عامل ازاي؟ بص فرده الجسم عامله ازاي؟ كولد ابون افتر جاست 3.5 minutes تو شو هيز كواليتي فابيولوس طبعا طبعا حارس مرمى هاند بول. بص حضراتكم طبعا طبعا ما باعش نفسه. ستة. بص حضراتكم المسافة قد ايه يا جماعة؟ أربع ياردات. أربع ياردات. توماس كرافت. أربع ياردات. خمسة. الرد صعبة جدا يا جماعة. لوريس كروس. Well, that was a fine strike and a حارس ماينز حاجات بتبقى صعبة سريعة وعلى الجنب ومن حتة صعبة. جسمه طول فارق جدا. الكرة الرابعة. بصوا حضراتكم بصوا بصوا الجسم عامل ازاي. زيلر طبعا فيري جود سيف ملاش يعني انقاذ رائع. ثلاثة. بص روبن شايف منين؟ انت الاول ولا تتخيل انها اوت. ده حارس مرمى بروسيا دورتموند الشهير. نرجع. بص بص نوير يا جماعه بيفعل المستحيل وده ما عندوش يأس. بص حضراتكم ده ما عندوش يأس. ما يعرفش يعني ايه يأس. لا لا لا. لسه الكرة مستمرة. تاني تاني اداله الفاول. لولا ايديه بوركي رومان بوركي. بصوا مسافة هنا سهلة. هنا حضرتك في ايده. هي هنا حلاوتها الناس ولا هنا بقى اهو ده اللي انتم مش واخدين بالكم منه ان ايديه اللي خلتها تروح كده بالشكل الجميل والممتع والرائع ده يعني.